طبعا معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43، طبعا هذه الدورة المميزة هناك الكثير من الزوار والناشرين المشاركون من أكثر من 2500 دار نشر خلال تواجدهم في هذا المعرض. الإقبال جدا كبير، وأيضا هناك خدمات إضافية تم عملها من خلال هذا المعرض لجذب أكبر عدد من هذا الزوار لاقتناء كل ما هو جديد في عالم الكتب. تأتي مشاركة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في أرض معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت العديد من الورش والفعاليات التي تقدمها إدارة التنمية الأسرية وإدارة سلامة الطفل وإدارة التثقيف الصحي وإدارة المكتب الثقافي. الورش كلها تسلط الضوء على الأمور التوعوية التي تخص الأسرة وجميع أفراد الأسرة، سواء كان الطفل أو الأزواج أو الآباء. بخصوص مشاركتي اليوم، هذه بالنسبة لي ثالث مشاركة بمعرض الشارجة، من المعارض اللي أنا أنطرها من سنة لسنة. معرض جميل، محبين الكتب، محبين القراءة، محبين أي شيء، يعني معرض شامل أنا أسميه، معرض فيه كل شيء. ومو غريبة على الشارجة وعلى الإمارات بشكل عام، يعني دائما سباقين بكل شيء. معرض الشارجة من أجمل المعارض بالنسبة لي، وتواجد سنويا إن شاء الله أكون موجود فيه. عندي إصدار أول اللي هو الأمس رواية، اليوم حكاية، غدا بداية، في دار دريم بوك. هي عبارة عن رواية واقعية لامرأة ما تزوجت الشخص اللي هي حبته وعاشت واقع ثاني كان عبارة عن عادات وتقاليد، وزوجت الشخص اللي هو أهلها اختاروا لها إياه. صراحة المشاركة في المعارض شيء جدا رائع، يعطي الشخص خبرة أكثر في طريقة التعامل مع الناس، في طريقة التعامل مع أنواع متعددة من الناس.